دهب؟ دهب ايه يا انعام يا اختي؟ هو في حد دلوقتي بيبيع دهب؟ يا ربي خليك ليا يا منعم، مسيغني لك عاني. بصي ياي، بس دول ذوقهم بلديون خالص يا ام ميرفت. البلدي يوكل يا حبيبتي، اللي ما خرج من ذمه عادل ابني يجيب لي قشره حتى يعيش ويجيب لك يا ام ميرفت. تعيشي لي يا حبيبتي. بصي بقى ديت استلقطها لقطه كده، لقطه استطلقها لك. يعني ايه؟ يعني سرق يا ام ميرفت؟ يا لهوي يا مجيده يا اختي، ليه هو منعم حرامي؟ لا 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 لا، ده هو يا اختي كان بيعمل شغله لواحد عنده ورشه ذهب، ما خدش منه مصنعيه فجبتي. ام ميرفت اشربي يا اختي القهوه بتاعتك لتبرد. يا ربي خليكي ليا. هو في بعد قهوتك يا حبيبتي؟ لا وبصي بقى نسيتك، الحلق ده بقى جابوه لما كنت معاه في جمصه. انا عايزه اعرف بقى الوليه دي جايه تغيظنا وتذلنا ولا ايه؟ الوليه يا انعام، في ايه يا مجيده؟ يعني كده اللي انتم مزوقين الحيطان ولا تعاليق كده ولا بلالين ولا تورته ولا جاتو؟ مش النهارده عيد الام؟ ده النهارده 21 مارس. النهارده 21، كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا انعام. صحه وسلامه يا كل حبيبتي. كل سنه وانت طيبه يا ام ميرفت. طيبه يا مجيده يا حبيبتي، وانت طيبه يا انعام يا حبيبتي. اسكتوا، ده لسه منعم دلوقتي بعتها لي، اللي اسمه ايه ده، بسموه انتوا ايه، مسج ده ولا ايه، رساله كده على الموبايل بتاع المرعش. يا اختي يرعش كده، ما اقولكيش بفطس على روحي من الضحك. ده كان جايب لي بقى الموبايل ده من السنه اللي قبل اللي قبل اللي فات. تعيشي وتدوبي يا ام ميرفت. يخليكي ليا يا انعام. بقول ايه بقى، معلش حقكم عليا، مش هقدر اقعد اكتر من كده، لان يا اختي سمين عم كلمني وقال لي انه هيبقى تعديه عيد الام بتاعتي السنه دي مع الواد جمعه. يا اختي هدلدل له السبت يحط الهديه، اروح رافعه السبت. يعيش ويجيب لك يا ام ميرفت. يخليكي ليا يا مجيده يا اختي، اسيبكم بعافيه بقى. يلا كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه. انت طيبه. شايفه يا اختي الذهب اللي في ايديها؟ شايفه؟ دي لو حبت تعمل دكان من بكره هتلاقي البضاعة عندها. بس يا انعام ارجوكي بقى ما تقوليش الكلام ده علشان ما نحسدهاش. هنحسدها على ايه ولا على ايه؟ على الذهب ولا جمصه ولا على الموبايل؟ فعلا فعلا، بس انا عايزه اقولك حاجه، احنا عيوننا طيبين مش مدورين. الحمد لله ان احنا ما حسدناش العقد اللي حوالين رقبتها، كان زمان رقبتها اتقهرت. ماما كل سنه وانت طيبه. انت بالصحه والسلامه يا حبيبتي. ميرسي ميرسي. وماله؟ ايه يا ماما، هي الطرحه مش عاجباكي ولا ايه؟ شايفه الخروج مقطع بعضه جايبه لي طرحه؟ طب يا ماما البسيها في البيت. خانقه بره وجوه؟ ايه يا ماما مالك متعفرت عليا كده ليه؟ هي دي حاجات، دي هديه، دي مش على الموضه. موضه؟ ايه اللي جابولك على الموضه يعني؟ اروح اجيب لك باتيناج؟ لا المكياج والحاجات دي الاحمر والاصفر ده بتاع مجيده. يا ماما طب حتى كلمه حلوه يا ماما. الكلمه الحلوه للهديه الحلوه اللي هيجيبها لي ابني عادل، ابن البكري راجل البيت. لما نشوف. هتشوفي عادل لا يمكن ينسى امه، ده ابني وانا عارفاه. ترات ترات ترات. كل سنه وانتي طيبه يا مامي. وانتي بالف صحه وسلامه يا حبيبتي. ايه ده؟ ايه ده؟ سماعه ووكمان؟ امال فين الووكمان يا بت؟ ممكن انت بتسمعي بيها الراديو يا مامي. راديو انت اتجننتي في مخك؟ ماما مو، عارفه يعني ايه مو؟ انت ايه سماعه؟ سماعه وكمان صيني يا مغفله. اسمعي عايزه اقول لك حاجه، كلمه ماما دي كلمه مقدسه، ما تتقالش كده بهلهولي. ها؟ لا يا حبيبتي على الاقل ووكمان او ام بي 3. انت بتحبسيني كده ليه؟ ده انا حتى بقالي كتير بحوش عشان اجيبها لك. بتحوشي؟ بتحوشي يا جربوعه؟ ده انت طول النهار هاتي فلوس يا ماما، هاتي فلوس يا ماما، تحطي في جيبك تروحي تصرفي. ربنا يخليكي يا رانيا، دي لما بتروح اي ريستورانت عشان تاكل هي وجوزها بتشيل اكل على جنب، بتقول عشان امي اللي جعانه في البيت اللي ما بتاكلش. قليله الادب. انا صيني. امشي غوري من قدامك، امشي. ها
الحمد لله الحمد لله، انا مبسوط جدا ان ربنا وفقنا ونقينا حاجه كويسه. الحمد لله، بس انت ايه ذوقك يجنن يا عادل؟ دول هيتفاجئوا لما يشوفوها. شفت انت قلتي بنفسك مفاجاه، يعني لازم تبقى مفاجاه ونستنى ما حدش يقول لهم اي حاجه. اوعى تقولي لهم. لا خالص خالص، بس انت اكدت على راجل يلفها لفه حلوه كده وشيك. عيب يا رانيا، عيب يا حبيبتي، انا الفينشنج عندي اهم حاجه. المهم دلوقتي نخش بقى نغير هدومنا على ما الراجل يجيبها. اوكي يلا يلا. سماعة ووكمان؟ هو انا عندي ووكمان عشان تجيب لي سماعة؟ ايه ده؟ يا ما جاب الغراب لامه. قال دي هدية. قال بقولك ايه؟ تبدلي؟ انا اعتقد بقى ان الهدية بتاعت رانيا وعادل هتعوض الهدية الزبالة اللي جت لنا دي. انت هتجيبي عادل ورانيا لسناء وبنتك العرة نجلاء؟ طبعا يا حبيبتي، ايش جاب لي جاب يا ماما. بقولك ايه؟ تفتكري رانيا هتجيب لك ايه؟ بصي انا كنت لمحت لها على بلوزه شفتها ماركتها كريستيان جور عند محل كوستانتينو اللي جنب جروبي. ده اللي بيبيع حلويات غربيه جنب الملابس. مش عارفه، يمكن يكونوا ولاد عم. طب انت بقى تفتكري عادل هيجيب لك ايه؟ عادل هو في زي عادل؟ زمان قال لي انه هيجيب لي حلق على شكل ورده. البلديش دي ورده هتعلقي شبشب ورده في ودناتك. الشبشب ده هينزل على ظهر سناء اللي جايبه لي طرحه باتنين جنيه ونص من الراجل اللي قاعد قصاد المدرسه. باربعه جنيه ونص يا ماما من الراجل اللي قاعد قدام الجامع مش قدام المدرسه. يا خايبه ضحك عليكي. مساء الخير. مساء النور. منزل الاستاذ عادل؟ ايوه خش. دي الهديه بتاعتي اجمل. بيقول لك عادل تبقى هديتي انا. تعالى تعالى خش هنا، خد نفسك. هي اعمل لك شاي؟ شايفه الهديه ام 4 ونص؟ العلبه الواحده تيجي ب 6 جنيه يا ماما. ده بدل كلمه شكرا. كويس، انت جيت بسرعه، برافو عليك. الله يخليك. شاكرين. هات يا ماما. طب والثانيه ايه؟ بتتلف وجايه حالا. دي اكيد الهديه بتاعتي. تعالي نقعد ونعمل نفسنا مش واخدين بالنا. يلا. شاكرين قوي يا سيدي، والله واللفه 100 100. خد يا سيدي لفه 100 100 ومتشكرين يا سيدي. و2 جنيه يا دي، انت طماع ليه؟ ما انت لسه هتجيب الثانيه. ياض، وبعد ما اجيب الثانيه يعني هديك 2 جنيه زيهم. يلا. 2 جنيه زيهم؟ انت ايه مش عاجبك ولا ايه؟ لقيت الباب في وشي ولا ايه؟ الناس دي اساسا. الحكايه دي بقى ما حدش عايز يعرف فيها ايه ولا ايه؟ لا احنا ما بنفكرش في الحاجات دي. ما تفكروش في الحاجات دي؟ طيب عموما اللي هيعرف هي فيها ايه ليه مكافاه. على فكره يا مامي دي حاجه جامده جدا جدا وهتعجبك موت. واللي فيكوا بقى هتعرف ايه اللي جوه ليها مكافاه. على العموم بقى يا عادل، احنا مش محتاجين لا جوائز ولا عروض ولا مفاجآت، احنا كأمهات بنأدي رسالة محددة. الله على الرسالة، جواباتك وصلت يا حماتي. عموما احنا جوه. سلام عليكم. أما عادل ابني ده عليه حركات، تلاقيه داخل جوه عشان يكتب لي كلمتين حلوين. إلى أعز الحبايب، يا أمي يا مدرسة، فن وطبخ وهندسة. مش قرديحي؟ قرديحي ايه يا ماما؟ هو انت هتاكليها؟ انا بقى مطمنه جدا على الهديه بتاعتي اللي زمانها جايه زي ما الاوفيس مان قال. احنا كامهات مرضيين. سناء قومي سيقي البيت. سناء قومي شدي البت اللي اسمها نجله من شعرها علشان تعمل الحمام. قال ايه؟ جايبه لي سماعه ووكمان. بقى انا بقى تجيب لي سماعه ووكمان وانا ما عنديش ووكمان؟ لا لا لا، بالراحه 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 بالراحه، لان الريش دي بتبقى حساسه جدا، لازم تتعاملي معاها برقه، خلي بالك. اخيرا يا ربي اخيرا جبنا مروحه، انا مبسوطه قوي يا عادل. يا حبيبتي شوفي، انا وعدتك بيها من امتى؟ من ايام ما كنا لسه مخطوبين. بقولك ايه، طب هنعمل ايه بالمروحه اللي جوه دي؟ لا مش اشكال، ممكن نرميها او نديها لمامتك مثلا، او ايه رايك احطها في البازار؟ الواد رمزي اشغلها له في الشتاء مثلا، يمكن يجي له اي برد ولا اي حاجه. هي اساسا كانت بتجيب تراب ما بتجيبش هوا يعني. طب انت استقريت هنعلقها فين؟ ايه ده، واحنا نعلقها على طول كده؟ لا انا عايز بقى اقعد اجمع الريش دي في المروحه وبعدين احطها جنبي كده واقعد اتفرج عليها. ده انا ما صدقت ان احنا جبنا المروحه دي. طبعا هو مدفوع فيها شيء وشويات.
بصي والريموت كمان اهو. الريموت ده بقى ايه، مش محتاجه ان انت كل شويه تقومي بقى تفتحي المروحه، لا وانت قاعده كده اهو ممكن تقعدي بقى تعليها توطيها تزوديها تقلليها. مظبوط فعلا، لانه عايزه اقول لك على حاجه، الهواء الجانبي بيعمل دايما تصدع في اسفل الاذنين وتصدع جانبي، فالافضل ان احنا نحطها في السقف. صح. عارفه كان قدامي كمان منبه فوسفوري شكله مرعب فظيع فظيع، بس ده المره الجايه مش اشكال. يلا فين الريموت؟ استني كده ما اجربها تشتغل ولا لا. هما مالهم طويلوا كده ليه؟ أنا ابتديت أقلق. تحت الترابيزة يا حبيبتي، تحت الترابيزة. حاضر يا ماما حاضر. أنا غلطان إن أنا جبتلك هدية. يمكن يكونوا مستنيين الهدايا بتاعتنا كلها تيجي مع بعض عشان ما يحصلش غيرة. أنا أغير منك أنتي؟ طبعا. أيوة أيوة أيوة، هات يا سيدي. برافو عليك والله، جيتوا في مواعيدكم. اتفضل يا سيدي مجهز لك اهو. لا يا باشا الله يخليك. إيه؟ في المحل قالوا لي ما تاخدش اقل من 10 جنيه. ثواني بقى نعمل معاك واجب. دول 5 جنيه 75 خليهم معاك، معايا صعب اصلها. الله يخليك. على اساس ان انسان قال طالع جايب لهم الحاجه 2 جنيه 2 جنيه ايه اللي بيجيبوهم؟ ايه الناس دي؟ ها خمنتوا بقى الاولانيه كان فيها ايه؟ ما تتكلم بقى يا عادل، عايزين ننام. نتكلم. مفاجأة أصلا، مفاجأة فظيعة. جبنا مروحة سقف لأوضتنا. وده شفاط عشان مطبخنا. الله يبارك فيك. يلا يا رنا. أبناء ولكن، وقال إيه يا ماما؟ مش عاجباك الهدية اللي بقالي أسبوع بفاصل لك فيها؟ واتنين ونص، أربعة ونص، ستة ونص. بس يا أم ستة ونص أنتِ. مجيدة. لازم نعرفهم يعني ايه ام، مين اللي شايل البيت؟ انا وانت يا انعام، طول عمرنا ايدناتنا في ايدنات بعض. ولا بعمل ايه في البيت انا؟ حس احتياطي؟ ده انا لو بخدم في بنسيون كان زمانهم كافئوني وعملوا لي حفله سمر. بصي بقى بقول لك ايه؟ انعام احنا لازم نواجههم. ايوه، لازم يعرفوا مقامنا وانهم من غيرنا ما يسووش حاجه، بس مش هنقول كده بصريح العباره، لا، بالتعامل معاهم يعني. ها؟ طب لو سمحتوا، البت اللي مفحوطة في الحمام دي عمالة تمسح تمسح، هتموت جوه. ممكن تتفضلوا عليا بطلب عفو ليها؟ معاكي حق، حرام. نجلاء نجلاء. لا لا، ما اقدرش، كل ما بشوفها بتنرفز وبفتكر السماعة بتاعت الوكمان اللي جابتها لي وانا ما عنديش وكمان. شغوري امشي يا غوري يا بنت، كملي 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 تنظيف الحمام يا كلبة. صباح الخير يا حماتي. صباح الخير يا ماما. بونجور. وماله ما يضرش؟ وايه اللي يضر في صباح الخير يا ماما؟ انا عمري ضريتك في صباح الخير قبل كده يعني. ماجي من فضلك اديني العجله. حاضر يا نومي. ميرسي. يا سلام على روح التعاون اللي بينكم، ما دام انتم متعاونين قوي كده هو مع بعضيكم يعني، يا ريت بقى اعملوا لي سندوتش. يا سلام، انت مش عندك مراد تعملك اللي انت عاوز؟ هي امك هتعيش لك طول العمر ولا ايه؟ قولي له يا حبيبتي قولي له، هو انا جوزتك يا حبيبي عشان اخدمك انت ومراتك المحروسه؟ غلطتك غلطتك يا حبيبتي، علشان انت اللي جوزتيها النومه، طول النهار قاعده في الاوضه ما بتعملش حاجه واحنا اللي بنخدمها. لا لا لا، ايه ايه القلبه اللي انتوا قلبتوها على بعض دي؟ ايه دي بنتك برضو يا حماتي يعني، هو انتوا يعني عشان قاعدين جنب بعض وبتحبوا بعض يعني معنى كده حسيتوا ان انتوا اخوات ولا ايه؟ لا احنا اكتر من اخوات، احنا امهات. عموما مش اشكال، انا هجيب لنا الاكل لنفسي. يا رانيا رانيا بونجور. ما تحاوليش ما تحاوليش عشان ما تحرقيش نفسي. في ايه؟ خش في الموضوع على طول. مامي على فكره انا حاسه كده ان انا من ساعه ما صحيت وجسمي مكسر، ما عندكيش اسبرينا بليز يا مامي؟ بيان سور عندي يا حبيبتي، بس على ثاني انا ونومي. متعودين يضربوا شريط الصبح مع كوبايه الشاي. ماجي ايه رايك نتفرج على صباح الخير يا مصر تعالي؟ يلا يا نومي. وانتوا هتصحوا مصر ليه من بدري قوي كده؟ كانت سهرانه طول الليل امبارح مع لبنان. عادل على فكره بقى انا اشتم رائحه غدر اموي. غدر اموي ايه؟ انا اسمع عن العهد الاموي لكن الغدر الاموي ده ما اسمعش عنه. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ ايوه المكوى. شكرين قوي. الحساب على الحساب بقى. لا يهمك كويس، جه في وقته. ايه ده، انا هدومي فين؟ رانيا انت ما بعتيش هدومي للمكوى ولا ايه؟
يا حبيب قلبي، اصل طنط انعام هي المسؤوله عن الغسيل والمكوى، وهي بتحبش اي حد يتدخل في الحاجات دي. ماما القميص الابيض اللي قلت لك عايزه ضروري بعتيه لي المكوى ولا لا؟ ابيض قلبك انت اللي ابيض يا عادل. قلبي انا اللي ابيض؟ هي جمله شكلها حلو من بره بس مش مطمن لها. اوه اوه نومي نومي، انا انت عارفه انا عندي ضغط عالي وضغطي بيعلى لما بشوف ناس معينه انت عارفاهم. بقول لك ايه، تيجي نروح نعمل الترني بتاعي انا وانتي في الجاردان اللي جنبنا؟ قوي يا حبيبتي اتفضلي. يلا يا نومي. يلا. ترني ايه يا مامي؟ احنا النهارده مرتبين نفسنا عشان نعمل تشكيله المحاشي، وانا ما بعرفش اتقن الخلطه زي حضرتك ولا لفه الصوابع زي انتي انعام. يا حبيبتي اللي ما يعرفش يعرف. يلا يا ميجي. يلا يا نومي. يلا حبيبتي. ايه امي امك اللي قلبوا مره واحده اسماعيل ياسين وشكوك دول؟ انا كده اتحطيت وجها الى وجه مع حله المحشي. لا لا لا، انني اشتم رائحه غريبه ويجب ان اعرف لماذا. بقول لك يا علي المروحه على اربعه عشان القميص يتفرد. لا طب ما تدهوني اكولك احسن. تكوي وانا اديكي حاجه تاني تكويها؟ اتفضلي يا هانم اللي انت مخبيها لي تحت السرير. ادي هي، مش دي اخر مكوى حضرتك قمت بكويها؟ بغض النظر عن التيشيرت، انا عايزه اكلمك في موضوع مهم جدا بصراحه كده. انا بدا يخالفني الشك. يخالفك الشك؟ ليه يعني؟ عملت ايه حضرتك؟ انا مشاويري كلها معروفه، وبعدين انا اصلا معيش فلوس عشان اخونك. يعني اخر فلوس دفعناها في المروحه وفي الشفاط. انا مش بكلم عنك، انا بكلم عن امهاتنا كامهات. مش عارف، قلقان قوي قلقان. ابتدى يعني فعلا تصرفاتهم معانا تبقى غريبه قوي. يا عادل الام مدرسه. طبعا الام مدرسه فعلا، واحنا الفصول بقى بتاعه المدرسه. سيبك من الكلام ده، اكيد يا رانيا في حاجه انت مثلا عملتيها ضايقتيهم، مثلا نقلت كلام من مامتي لمامتك، من مامتك لمامتي، او مثلا قلت حاجه على لساني انا قلتها فعلا ما كنتش قاصد، او كنت قاصد لحظه صدق. لا طبعا، لان انا زوجه كتومه فعلا وده متعارف عني. الفكره كلها ان احنا لو ما حلناش الموقف ممكن يتصعد معاهم، وبصراحه بقى انا ما بقتش قادره اشيل شغل البيت لوحدي، دول شالوا ايدهم نهائيا من كل حاجه. انا صراحه يعني مستغرب جدا من موقفهم العجيب ده، يعني حركه ندى ما كنتش اتوقعها. بقول لك علي على خمسه. على فكره يا عادل بقى، احنا لازم نواجه الموقف. ايوه ما احنا عايزين نواجه الموقف، بس هم مش عايزين يقولوا في ايه. هو اكيد كبريائهم كامهات منعهم. طب واحنا هنعمل لهم ايه بقى على كبريائهم ده؟ عموما كل واحد فينا يشوف امه زعلت من ايه. انت تروح اسال امك وانا هروح اسال امي. علي على سته، علي على سته، علي على سته. نعم، عايز ايه؟ اطفي النور واطلع بره، عايز انام. يا ماما في ايه بس يا ماما؟ ريحيني. ريح اللي حواليك ترتاح. طب فهميني في ايه؟ اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. ما هو دي معروفه يعني. ماشي فهميني. نهيتك ما انتهيتك، والطبع فيك غالب، وديل الكلب. هي وصلت الكلب؟ طيب خليك مع الكذاب لحد باب الدار. قالوا الكذاب احلف، قال جالك الفرج. قالوا لل و ما انا مش هعرف اجريك يا ماما. الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. طب سد الباب وانت خارج. مش سده. مامتي يا مامتي يا مامتي، ارجوك يا مامتي انا انزف الما. يا اختي ما تنزفي يا حبيبتي، وانا في ايدي ايه اعمله لك؟ انا عايزه حبا وحنان من بتاع المامهات. انت عايزه حب وحنان؟ عيوني هلف لك شويه وابعتهم لك اوضتك. ايه يا مامتي ده؟ ايه ده؟ على فكره بقى انا ملاحظه ان كتر قعدتك مع انتي انعام خلتك تتلفظي بمصطلحات مش بتاعتك، لا طليق بيكي. Don't dare saying this على انعام، don't dare. فاهمه؟ نعومتي يا حبيبتي يا نعومتي، هو في زي النعومه دي قمر؟ طب انا اديها لك بقى. نعومتي نومي. نومي؟ انا امي ضربت يا ولاد. بقول لك ايه يا رانيا؟ مفيش شويه لب بطيخ فاضلين؟ مفيش حاجه، الكميه كلها خلصت يا عادل.
ما قلت لك نجيب لب شمامه وبيبقى اكتر برضو. يعني انا مش فاهم هما بيعملوا فينا ليه كده يعني، واحنا يعني عملنا لهم ايه عشان يعملوا فينا كده؟ دول امهاتنا، ده من قرهم علينا وقعوا لنا حتى المروحه اللي جبناها. يا عم دول اطلقوا بيان اعلنوا فيه رسميا مسؤوليتهم الكامله عن اسقاط المروحه. في حد في الصاله؟ لا. خشي خشي. كل سنه وانت طيبه يا ماما، دي هديه عيد الام. معلش تاخرت شويه قبل ما حوشت ثمنها. حبيبتي ياسمين، لقيت السندوتش ده كانوا ناسينه في التلاجة. لو هكون سرقته يا عادل؟ لا، كله الا الحرام، انا خطفته. عادل، انا عرفت مامتي وامك زعلانين مننا ليه. ماما كل سنة وانت طيبة يا ماما. مامتي كل سنة وانت طيبة يا مامتي. ماما ما تزعلوش مننا يعني عشان ما جبنا لكوش هدية في عيد الأم. احنا ما كناش مستنيين منكو هدايا. احنا كنا عايزينكم تفتكرونا وتهتموا بينا في يوم زي ده اكتر من كده. زي ما انا اهتميت. معلش يا مامتي ما تزعليش مني، والله العظيم ما اقصد انسى خالص، ده هي بس مشكلات ومشاغل الحياه. سامحينا يا مامي، انتوا اكيد هتسامحونا طبعا. جايه بعد الهنا بسنه تقولي تسامحونا؟ ماما مالكيش دعوه بسناء خالص يا ماما، يا ريت تشغلي قلب الام اللي راكن بقاله اسبوع ده. بصي جبت لك ايه الحلقه اهو. الله، خلاص يا حبيبي. تحب تتغدى ايه النهارده؟ ايه ده يا ماما، ايه ده، ده بلدي بلدي، ده صفيح ده ولا ايه؟ بلدي يا ام هديه ب2 جنيه ونص. 4 ونص والله العظيم يا ماما، من الراجل اللي جنب الجامع بعد فصال مرير. خد المقشه وروحي نظفي البيت. يلا يلا. مامتي اتفضلي يا مامتي. يا حبيبتي البلوزه الكريستيان ديور ومن عند كوستانتينوس. يا مامي كل سنه وانتي طيبه. يا قلبي يا روح قلبي. سناء خدي البت نجله وغوره، كملوا تنظيف الحمام برموش عينيكوا بس. ها امشي غوري يا ماما. يلا يلا. ادب. ايه رايك يا ماما؟ حلو قوي يا حبيبي. شوفي هتقلعي امتى عشان ارجعه بقى. أخيرا يا ربي وقت المصيفات جه، ده أنا بستنى الأسبوع ده من السنين للسنين. عشان تعدوا بس الجمايل اللي عليكم، لولا شقة أختي اللي في اسكندرية كان زمانكم صيفتوا السنة دي في الحمام. إيه جريتون، في يا طنط حياتك عاملة خير فينا يا طنط إنعام؟ بتقلبيه شر وتزلي فينا ليه؟ إيه الشر في إن إحنا نزل فيكوا؟ ده الخير كله إن إحنا نزل فيكوا. إيه رأيك بقى في الكاش مايو ده؟ يكنن يكنن يكنن، ده اللي أنتوا فالحين فيه. كاش مايو مفيش كاش ماني. ماما لقيت الجردل والجاروف بتوعي. رانيا ما تنسيش يا حبيبتي تاخدي الجردل والجاروف والمقشة، عشان انا مش ناوية احط ايدي في اي حاجة في المصيف. سناء يا حبيبتي المصيف ده يعتبر الاجازة السنوية ليا من اعمال المنزل. اعمال المنزل؟ لما تكوني قاعدة في بيتك في ملكك. ادي ده الجربوعات اللي بيتكلموا دول. لا انتوا بتقولوا اي كومبلانش في الحياه يا حبيبتي، اما لو كنتوا شفتوا القصر بتاع بابا وماما اللي كنا بنصيف فيه كان جوه البحر. كان فعل ماضي، اما تسيبه في حاله تيت تي. والماضي احنا مالنا وماله. انتوا انتوا بلديون جربوعات. بس بقى على فكره انا معايا مفتاح شاليه واحده صاحبتي في الساحل الشمالي، بس مش عارفة هو مكانه فين. وإن شاء الله إحنا حننام في المفتاح ولا حننام في الشاليه يا ماما. أنا نازل بقى يا جماعة. رانيا ما تنسيش تبقي تحطي لي النضارة بتاعة المية دي، عشان أنت عارفة يعني الواحد بيحب يتفرج على الأحياء البحرية تحت المية. هتتفرج على الأحياء الشعبية إن شاء الله. وأنت فاكر نفسك هتصيف في الكاريبي؟ أنا على طول بحب أتفرج على الأحياء البحرية ما بغطس يعني. فاكرة آخر مرة صيفنا فيها؟ أيوة حبيبي كنت في الإعدادية. بصرف النظر مش لما غطست طلعت لكم معايا حلة محشي؟ على كده يا مامي حضرتك ما طبختيش يا طن. اسمعوا انا عايزه اقول لكم حاجه، عشان الهوانم اللي زيي انا مش ممكن ابدا انها تطبخ. ها انا هقعد اخد بنسولاي في الشمس تحت الشمسياتوس. بصي بعيدا عن الشمسياتوس والحاجات اللي انت بتقوليها دي، انا عايز اكون واضح معاكم من الاول، انا طالع الرحله دي معايا 500 جنيه. ال 500 جنيه دول هم اللي هيكفونا الاسبوع كله ويفضل منهم عشان مواصلات واحنا راجعين. ايه ده يا عادل،
دي مش رحلة مصيف، دي رحلة تقشف. والله أنا قلت لكم الأول عشان تعملوا حسابكم. يلا سلام عليكم. إيه؟ 500 جنيه؟ أنا رمزي. يا رمزي مالك يالا؟ الحالة دول أنا خلاص بموت بموت يا دولا، كل حتة في جسمي بتوجعني. إيه اللي حصل؟ أجيب لك دكتور. إيه اللي بيوجعك بالظبط؟ هنا يا دولا بيوجعني. ده القلب يالا. ودي أنا يا دولا. ده إيه اللي زايدة؟ وهنا يا دولا بيوجع. ده المخ. لا ده مش إشكال. ممكن يا دولا أنا بموت. يعني الحتة دي بتوجعك؟ لا. دي مش بتوجعك؟ لا. ولا دي؟ لا يا دولا. طب دي؟ لا خالص. ورين صباعك. اهو دول. ده صباعك هو اللي بيوجعك يا هبل. يا دولا صح. وانا ده بتاع الصبح ده اللي باب البازار زنق عليه. باب البازار. وانا اقول الباب مزرق ليه؟ لا 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 يا دولا بقى. لا لا خضتني يا اخي. وانا اتخضيت؟ ده انا قلت انا مت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا معلم تيتي؟ قلب عليك الدنيا يا عم عشان اديك فلوسك. معقوله كنت فين؟ اصل صحيت براحتي محدش صحاني. هما لون دي اخر ليا في الروقان. يا سلام يا معلم تيتي عليك وعلى روقانك ولياليك. خلاص بح، مفيش روقان بعد كده. الجماعه جايين من المصيف النهارده. جايين من المصيف. اصل انا بعتبر المصيف ده فتره النقاهه للراجل مننا. سفر الحريم وعيش لوحدك في الهدوء والروقان، ولا غلط يا ابن اللذينه؟ دي فكره هايله قوي. يعني بتقعد تعمل ايه يعني وانت لوحدك؟ بتعيش براحتك لدماغك لذات نفسك، واللي ما بتعرفش تعمله وحد موجود بتعرف تعمله ومحدش موجود، ولا غلط؟ الله الله على حكمة اليوم. لا دي طبق اليوم. إذ ربما بقى سافرت معاهم خد عندك مرمطة، شيل وحط وخد وهات ودق الشماسي وانفخ العوامة. إلا انفخ العوامة دي يعني بجد أكتر حاجة بتبقى صعبة جدا في المصيف. مرة جابولي اللي هي فردة الكاوتش بتاعت العربيات الكبيرة، عربيات النقل دي، عدت انفخ فيها يا معلم لغاية ما اتنفخت. طب هاوي بقى وطلع الفلوس. اتفضل يا سيدي، ادي الفلوس بتاعتك اهي. أي خدمة معلم تيتي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سلام، اللي ما تعرفش تعمله حد موجود تعرف تعمله ومحدش موجود. دولا ما يعني دولا ما قلتليش اعمل ايه في صباعي اللي طلع هو اللي بيوجعني ده؟ اللي انت ما كنتش عارف ان هو اللي بيوجعني. دولا بص يالا، عارف عادل ادم؟ الله يرحمه بحبه قوي. فاكر يالا لما كان بيقولك ايه؟ انا صباعي لو وجعني اقطعه مع لجوش. يا دولا فاكر. مش انت بتحبه قوي؟ قوي يا دولا. مش تعمل زيه ولا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الست تذاكر هم بتوع الديزل، انا مش هقدر اطلع معاكم، جايب لكم سته بس. لو ما معكش يا حبيبي حق التذكره انا في حال. لا يا ماما ربنا يخليكي، بس انا عندي شغل مهم جدا. يا سلام، عندك شغل مهم جدا يا عادل؟ ما انت طول السنه بتشتغل، ما حبكتش يعني واحنا مسافرين. رانيا حبيبتي دي صفقه العمر. خلاص يا عادل، ما دام التسقيف بتاعك ده مش هيأثر على المصيفات بتاعتنا يبقى ربنا يفوقك. ربنا يفوقك ايه؟ على اساس ان مستور. ربنا يوفقك، ربنا يخليكي يا حمادي. طب وال 500 جنيه زي ما هم؟ زي ما هم يا حياتي. ونقعد 10 ايام مش اسبوع. يا سلام، دي بقى كل امنياتي. ويوم الحد تجنى يوم اجازتك. طبعا يا ماماتي. وينفع البس نظاره البحر بتاعتك؟ طبعا يا اعز بناتي. ابي عادل وانا كمان عاوزه. بس بقى كفايه طلباتي. يلا يا جماعه، يلا يا جماعه، الميكروباص مستنيكي يوديكوا المحطه. توحشيني يا راني. بابا انا لابسه المايو تحت الهدوم عشان اول ما اروح انزل البحر على طول. برافو عليكي. برافو ياسمينة. يلا باي باي. باي 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 يا ماما. ولا رمزي وصلوا كل الشنط وصلوا واطلع على البازار. يلا حاضر يا دولا. بسرعه بسرعه. حاضر يا دولا. البتاع ده اطلع خد، اطلع خد، مش اشكال. اخيرا
ده مين الغتيت اللي جاي دلوقتي ده؟ ايوه 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 دولا حبيبي. ايه دولا بقى يا عم؟ يا اخيرا بقينا لوحدينا يا دولا. بقينا لوحدينا على اساس ان انت معايا ولا ايه؟ ما طلعش على الشغل ده يا رمزي. ايه دولا بقى؟ ما هو هنا شغل بردك يا عم، انت مش قاعد لوحدك يعني، عايز اللي يطبخ لك واللي يكنس لك وكده. يا دولا الاول عايز حد يكنس لي ولا يمسح لي ولا اي حاجه؟ يلا ياض اطلع على البازار ياض. ايه اللي جابك يا؟ لا انت خاطر اسيبك معايا هنا والحركات دي؟ لا ليه دولا بس؟ ايه اللي هيحصل يا عم؟ يعني انا معقوله هفتن عليك مثلا ولا حاجه؟ اه طبعا انت طول عمرك بتفتن عليا. فاكر اي حاجه بتحصل في البازار مش كنت بتروح تقولها رانيا على طول؟ ايوه دولا، ما هي رانيا اللي كانت بتسالني. لا مش مضمون، انت ندل اصلا، انت النداله جواك يا ابني، جوه دمك. فاكر البت اللي قعدت تتحايل عليها سنه بحالها عشان تخرج معاك؟ يوم ما خرجت معاك رحت قلت لابوها؟ ايوه دولا، ما ابوها سالني دولا برضه. ما ممكن اي حد يسالك. يلا اطلع على البازار، اطلع على البازار. طب معلش جربني يا عم انا المره دي، وانا يا عم ليك عليا يعني، انا لا اسمع لا ارى. لا اسمع لا ارى لا افهم. حاضر. لا افهم دي انا ضامنها، اهم حاجه لا تسمع لا ترى. لا اسمع لا ارى خالص. ماشي. قشطه يا دولا عليك يا ابن عمي، يا حنين انت يا حنين. جايب بوقتك معاك؟ يلا ده انت مستعد يا. ايه دولا قلت ايه؟ مش سامع. اللي هي لا اسمع يعني. طب فين لا ارى؟ اهي دولا كده لا ارى. كده لا تسمع. ياه اخيرا اخيرا سريري. ياه بقيت لوحدي انا والسرير. أنا وإنت يا سريري دون عزول من الأمس، أهمس إليك وتهمس إلي حتى نملأ الدنيا بضجيج الهمس. يا نهار أبيض، ده أنا هيطلع مني كمية أشعار. يا خبر أبيض، وأنام براحتي ومحدش معايا. أنا وإنت يا سريري من الأمس. ياه الواحد نام 3 ساعات كأنه نام 6 ساعات. أنا حاسس إن كان في حد بيقاسمني النومة دي. أبدأ بقى مع الفراغ، شوفهم وصلوا اسكندرية ولا لسه. يا مزمزيل أنا ما سألتش الساعة كام، أنا عايز أعرف اسمي. برضه هتقعد تقول الساعة كام؟ بص بقى من الآخر أنا معجب بيك. وحضرتك مرتبطة طيب؟ يا ستي ما ترغيش، هتقعدي الساعة كام؟ ولا بتكلم مين يا؟ ايه دولا؟ لا لا لا، ده هي دولا اللي اتصلت بيا وقالت لي انا معجبة بيك وبتعاكسني. هي اللي اتصلت بيك بتستهبل يالا؟ الساعة اتصلت بيك؟ انت بتستهبل؟ ولا التليفون ده مكتوب باسمي يالا، يعني هتقبض عليا انا؟ يا عمي مكتوب باسمك ايه؟ هو ابنك. انت بتشوح. عارف يالا يا رمزي، لو استعملت السماعة دي حطيتها على ودنك هقطع لك ودنك دي. ماشي بقى دولا. دولا انت مش عايز تتغدى؟ انت مش مفروض المسؤول هنا على الغدا وانت اللي قاعد هنا غصب عني عشان تغديني وتنظف وتعمل؟ بص بقى رمزي حضر لك ايه. بص يا دولا، انا طلعت لك بقى من التلاجة فراخ على كبدة على لحمة على شوية سمك كده وجمبري وجبنة وبيض وفاصوليا وبامية وجبنة رومي. اهم حاجه طلعت معاهم الفول؟ لا جدع يا ياض، عشان نوفر. صح يا ياض صح. جاي تخرب بيتي يا جاي تخرب بيتي. ولا ارجع البازار، انا مش عايز حد يساعدني هنا في البيت يا دولا. لا ما انا مد التماثيل اجازه يا دولا. ارجع البازار اقول لك، بدل ما رفيدك خالص ارجع. روح افتح الباب، افتح الباب. خد 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 تعالى. ايه بتبرطم بتقول ايه؟ ما بقولش. بتبرطم بتقول ايه؟ ما تقدر ترجع. بحس صباح الفل يا معلم. صباح الجمال يا حته، اتفضلوا معلمين. اتفضل يا فتحي. اول ما قلت لنا بقى ان البيت فاضي قلنا بس نيجي نكمل السهره عندك. شرفوا معلمين. ربنا يخليك. اهم حاجه جدو الافلام. اكيد يا معلم، جبنا لك فيلم 3 شورتيات في ورطه. الله الله. طب والفيلم بتاع الفيل صديقي ده جبته؟ ايوه يا معلم كله موجود، صلاه النبي. بس المفاجاه ايه بقى؟ ايه ايه بقى؟ ايه فيلم رعب ديل القطه. الله الله، ده بتاع مين ده؟ ده حته بتاع المخرج اللي هو اسمه سيفن سبورجر. يا سلام على السهره، يا سلام على السهره. ده احنا ايه فضل ده يا حيوان؟ نعم يا سنوكر الجاهل. اتفضلوا معانا. هات هات هات
تعال. ايه اللي جاب العيال دي هنا؟ معلش يا دولا، بص انا عزمتهم بقى واظن ان ده من حقي. حقك جكسر حقوقك، حقك يالا. انت ليك حاجه في البيت ده يا ابني كده دولا؟ كده خدهم وطلعهم بره بدل ما تطردهم. انا يلا دولا دولا، انا عايز بس اعرفهم الفرق ما بين مستواهم الاجتماعي ومستوايا الاجتماعي. يا دولا انت مستواك الاجتماعي ما تصنفش اصلا، خدهم وطلعهم. طب دولا بص، يعني هنتفرج على فيلم الفيل صديقي وهنمشي على طول. الفيل صديقي؟ في حاجه اسمها الفيل صديقي؟ ده انت الحمار صديقك، الغبي صديقك. خدهم وطلعهم بره يالا، يلا هنتفرج ونمشي يا دولا، عقبال ما تريح انت شويه في الاوضه. ماشي، انا هخش الاوضه دلوقتي اريح، هيتفرجوا شويه لمده 10 دقايق وتاخدهم وتمشيهم بدل ما اطلع اتركوا انتوا الثلاثه. ماشي يا دولا. في صديق وفي صباح اهو يا دولا. ده هو ده اللي بيوجعك؟ يا دولا. اي 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 اي، اعمل ايدك كده يلا. اي اي استغفر الله العظيم، خلصت منهم طلع لي زفت كتير. رمزي يا سريري يا سريري. دولا دولا، ايه مش تخبط قبل ما تخش يالا؟ يا عم ما تدوقش بقى يا عم، احنا شباب زي بعض. دولا بقى يا دولا بقى وتخبط نفسك. يخرب تقل حسابك يا رمزي تقل. عايز ايه دولا؟ انا عايزك تطلع دلوقتي بقى تشغل لنا الفيديو ده، علشان انا مش عارف اشغله، علشان ما تزعجكش يا عم. ويا عم حسابك تقل. ووف يالا بتنفخ. طب انفخ مره تانية كده وانا اكتم لك نفسك اموتك. خلاص يا دولا معلش بقى. اموتك؟ ما انت ممكن تتنفس من مناخيرك يالا. انصح انصح. تعال تعمليش اقلبصات. والله ما انا سيء، اللي اقول عليه يمشي. هو فاهم اللي اقول عليه يمشي. ايه ده؟ ايه ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه ده؟ انتوا بتستهبلوا بتجروا ورا بعض كده في الصاله؟ مش تستنوا لما اجي العب معاكم يا جزمه انت هو؟ استنى بقى يا رامز. استاذ عادل احكم بينا، الولد التخين ده عايز يتفرج على فيلم الجزيره. الجزيره بتاعت احمد سقا. وقال هو قال ايه؟ عايز يتفرج لي على حين على ما تفرج. دول انا عايز اتفرج على حين على ما تفرج في الجزيره، الاثنين مع بعض. بص هو شويه تتفرجوا عليهم وتتكلوا على الله. اتفرج على ربع ساعه من ده وربع ساعه من ده وامشوا على طول. ماشي يا دولا. طب بقول لك عندك اسرار البنات؟ تموت انت يا رمز في الحريم. ها انا هتفرج على الجزيره. لا اسرار البنات عين على ما تفرج. لا بس 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 ده انا حوش جايين قاعدين عندي في الماشي. انا هتصرف. انا مش هي دي الشرايط؟ انا هدب ايدي في الشنطه، الشريط اللي يطلع اتفرجوا منه على شويه واتكلوا على الله. ماشي يا دول. طب دولا انت مش هتقعد تتفرج معانا؟ اتفرج معاكوا ايه يا ابني، انا عندي اشعاري وده يعتبر شغل بالنسبه لي، عايزه تركيز يعني. ماشي يا دول. مصارع حريمي اتفرجنا عليه هنا بسرعه. انت مو اشعارك يا دول؟ تولع الاشعار يلا بسرعه. ماشي يا دول. تخرج كده شويه، ده بيتي اصلا يعني. دولا حبيبي، ما تجيب يا عم انت الهدوم بتاعتك وخلي الواد فتح يغسلها يا عم انت. وبعدين اغسل هدومي مع هدومكم عشان تطين زي ما هدومكم طينه كده. ايه يا ابني انت، انتوا ما عندكوش بيوت ياض انت هو ولا لا؟ ما عندناش يا ريس. يا دولا انت الخير والبركه يا عم. خلاص يا عم ايه، خلاص لا في خير ولا في بركه، ومش عايزكم يا اخي في بيتي يا اخي. يا اخي امشوا بقى يا اخي. دولا ما تطلع انت المصيف بعد كده وتسيبنا احنا هنا بقى براحتنا. ده عشان تخربوا بيتي زياده ما انتوا خربتوه. ما تفتح يا عم، ما تفتح، بتبص على ايه؟ ما تفتح. افتح يا عم. حاضر حاضر. ايوه ايوه بكيا. احنا بتوع البكيا. لا متشكر يا حاج، شكرا، مش عندنا اي حاجه تتباع. شكرا. وبعدين فين المعلم فتله؟ ايوه يا معلم، امرني يا بابا. فين البضاعه يا عم اللي انت وعدت انك تبيعها لي؟ بعدين يا حاج، بعدين. بعدين؟ وبعدين الاباجوره اللي انت بايعها لي ديك وقبض فلوسها ما بتنور. وريني الاباجوره دي. انا دافع فلوسها يا فندم. استنى، الاباجوره دي بتاعتي. ايه ده؟ انتوا بتبيعوا الحاجه اللي في البيت يا حراميه؟ يا عم بيت ايه يا عم؟ هو دي حاجات تافهه دولا؟ ده انا بفكر اغير الانتريه ده. الانتريه كمان؟ يا عم اطلع بره، اطلع
بره، اطلع بره، يلا اطلع بره، اطلع بره يا حراميه، يلا بره يا حراميه، بره اطلع بره. دوله بص بقى، انا كده كده كنت همشي يا دوله، بس مستنيك انت اللي تطردني عشان يبقى عملت اللي عليا. انت مش عملت اللي عليك؟ اه تعالى لي بقى اعمل انا اللي عليا. ايه ده؟ بتسرق بيتي، بتسرق بيتي يا حرامي، اطلع بره بره، اشوفك هنا ولا في البازار. ماشي يا دوله بره. ايه هتنفخ؟ يا سارة انت فين يا رانيا؟ يا رانيا وحشتينا يا رانيا. الله الله الله، ده البيت خرب. الو. ايوه ماما. يا ماما انتوا اتاخرتوا او انتوا مش جايين ولا ايه يا ماما؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي ما بقتش شقة، دي حطامة بقايا وأطلال شقة. كده يا عادل؟ كده تبهدل الشقة بالشكل ده يا عادل؟ معلش يا ماما أنا آسف والله، حقكوا عليا. إحنا غلطانين، سيبناك في الشقة لوحدك. خلاص ما تسيبونيش تاني، والنبي ما تسيبونيش تاني. ده حتى أنا مش لاقية القطر بتاعي، عمالة أدور عليه مش لاقياه، وكل العرايس اللي عندي إيديها مخلعة. هيبقى أكيد الواد فات لك كلب ولا كلب. إيه الوساخاتوس اللي أنت عايش فيها دي؟ وإيه الريحة الزبالاتوس اللي أنا شماها دي؟ عايزة أقولك حاجة، أنا أعرف كويس قوي الريحة دي. ها؟ رمزي، دي ريحة رمزي. رمزي كان هنا في الشقة يا عادل صح؟ الله يخيبك يا رمزي، مشي وساب ريحته. ده أكيد كان في حد هنا، ده حتى واضح جدا. وايه اخبار الصفقه اللي هتغير حياتك يا عادل؟ صراحه يعني يا اخوانا مفيش اي صفقه ولا حاجه. انا كنت متخيل نفسي ان انا لما اقعد لوحدي كده وبعيد عنكم هبقى مبسوط، بس انا بجد ما اتبسطتش. واحنا كمان ما انبسطناش، عشان بصراحه كان في حاجه كبيره قوي ناقصانا. فعلا، وانا كمان نسيت اجيب الام بي 3 بتاعي. وانا كمان ما انبسطتش يا بابا، ده حتى البنات كلها كان باباهم بينزلهم الميه الا انا. معلش يا حبيبتي، ان شاء الله الصيف الجاي هاجي معاكوا وهنزلك الميه لغايه اما تشرقي. ايوه النبي عادل، ده احنا مالناش حس من غيرك. انتوا مالكوش حس، ده انتوا ما شاء الله حسكوا بيجيب اخر الدنيا. والله يا عادل ما كلينا سيره الا في الكلام عنك. اكيد في النميمه طبعا. ليه بتقول كده؟ والله كنت وحشنا يا عادل. انت اوحش. سامعه يا ماما؟ عاجبك طريقتي دي؟ اقول له وحشني يقول لي انت اوحش. جايزر راجل بيهرج معاكي. انت مالك؟ انت قصدك ايه يا رانيا؟ في انا مش قصدي حاجه، انت عايزك بضحى ولا ايه سناء؟ يبقى تخرسي خالص لما اكون بتكلم مع اخويا. لا اخرسي انت خالص، انت ما تتكلميش معايا يا حبيبتي. لا ده هقوم راحتي. الله اكبر، الله اكبر. يا سلام، والله وحشتوني يا رجاله، وحشتوني.